ما شاء الله تبارك الله. قوة قوة. هدا 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 قوة. يا ربي ما شاء الله. صدقي يا هدى، لو ما شفتيش انت خارجه من غرفه الاولاد الغيت من راسي فكره الزواج تماما. يعني انا ما عاد اتزوج تمام. ان الله لا وراكم وجع الاولاد، علشان هكذا الجنه تحت اقدام الامهات. فهي كلمي اللي يبكولك على القرش، مش دار انه الوحده تخرج روحه. قوا قوا بابا، دقيقة واحدة بس أحضن قدنا من أمس ولا حضنته ولا حاجة. عزي هجعني، خليني ألعب مع حفيدي. دالحين أنت بتسمي حفيدك وأنا ما أسميه. يما الله يرضى عليك، من أنا ومن أنت؟ حفيدي هو حفيدش وحفيدش هو حفيدي. دالحين أنا ما حد عبرني ولا حد علي حتى دعوة. مالكم يا هدى، أبي طول الليل وهو بيدعيلش، لو الدعاء هذاك لفلسطين نقدر إن انتصروا. أنا داري إن عمي حالي وقلبه حالي، لكن أنت ما فعلت. أمانة، ومن ولدي الزلط؟ أديت مه؟ ها؟ الزلط. ما أديت؟ الزلط. أي زلط؟ أنا أديت الزلط؟ ولدك أديت الولد. أنت ما أديت شيء. أنت يا أبا، هو أنتو سلفتوني سلف، يعني إنه أنا الذي دفعت بطني. دفعت مه؟ الزلط. دفعت مه؟ اللي يذكرك والد تقول دم. حول ولا قوة إلا بالله. اللي بيبصرك وانت بتلاعب الجاهل يقول ان عاده هالبكر حقك. يما ما عز من الولد الا ولد الولد. انا نفدالكم، لكن عبروني حسسوني ان انا قمت من ولد يا عم. بس اشتهى الصدق يا هدى، والله ان بابا بيحبكم قوي 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 لدرجة انه فعل الذي ما حد توقع، صح ولا لا؟ تصدش على الزلطة اللي سلفها العزي. انت دارية كم هي هذا الزلط؟ كم؟ 300,000. كم؟ 300,000. معقولة؟ عمي يجيب 300,000؟ وأنا مثل ما أنتي ما استوعبت شو راصدت أكثر خبر لحد الآن. ومن فين جابه؟ wait just I wanna make sure. عشتي أتأكد أبي الدو 300,000؟ ابني عشتك تطلع مثل جدك حاذق مش أبوك مقعي. لا هذا ما يطلع إلا مثل أبوه، رجل حسابات وميزانيات. والله لو يطلع ساعكم نتبرى منه.